ठीक है आओ मेरे पास مع فداءة السعادة سباق ابتداء من 10,000 درهم وكتهديكم كوزينة مجهزة أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى الحصاد اليومي نقدمه لكم من شوف تي في ونستهله بأبرز العناوين. مسيرة احتجاجية بمدينة الرباط يوم الأحد يقودها حميد شباط احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. تسليم بطائق الإقامة للمستفيدين الأوائل من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب في وضعية غير قانونية. في الحصاد أيضا ريبورتاج عن السن المثالي لزواج الرجل. الآن إليكم التفاصيل. سيقوم الملك محمد السادس بزيارتين رسميتين لكل من جمهورية مالي وجمهورية غينيا كوناكري وبزيارتي عمل وصداقة لكل من جمهورية الكوت ديفوار والجمهورية الغابونية ابتداء من يوم الثلاثاء 18 فبراير. مسيرة وطنية احتجاجية ستشهدها مدينة الرباط ومدن أخرى يوم الأحد احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها مختلف الشرائح الاجتماعية في ظل حكومة عبد الإله بن كيران وكذا إصرارها على إغلاق باب الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين لأزيد من سنتين وعدم وفائها لاتفاق 26 أبريل بين النقابات والنسخة الأولى من حكومة بن كيران. هذه المسيرة سيقودها حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وتأتي أيضا بسبب الهجوم الذي تشنه الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين عموما والشغالين خصوصا عبر الزيادة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتجميد الأجور والترقيات. هذا وجاء إعلان حميد شباط لهذا الأمر على هامش عقد اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي مساء أمس 13 فبراير بمقر الحزب بالرباط. شكلت مواضيع الحريات النقابية والرفع من الأجور والحماية الاجتماعية أبرز المطالب التي تضمنتها مذكرة مشتركة رفعها الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. وتتضمن المذكرة ثلاث محاور أخرى تهم التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية والمطالب الفئوية ثم الحريات. ليطالب الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزيادة عامة في الأجور لمسايرة غلاء المعيشة والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده وكذا تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين. إيداع ثلاثة أشخاص في السجن المحلي بسلا من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب وذلك بعد الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التمهيدي. المتابعون وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والانتماء إلى جماعة دينية محظورة. وكانت السلطات الأمنية قد تمكنت من تفكيك هذه الخلية التي كان أحد عناصرها يقوم بتجنيد مغاربة متشبعين بالفكر الجهادي بعضهم على صلة بمقاتلين ينشطون تحت لواء القاعدة بسوريا. ومن جهة أخرى أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا اليوم الجمعة بإيداع شخصين من أسرة واحدة ينحذران من مدينة الرباط بالسجن المحلي بسلا للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالإرهاب.
عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للمصدرين بمقرها المركزي بالبيضاء أمس الخميس لقاء دراسيا بهدف رفع مستوى الاهتمام لدى المقاولات المغربية المصدرة من أجل المساهمة في تعزيز وتقوية القدرة التنافسية للمغرب في السوق الدولية، وذلك عبر الرفع من حجم الصادرات والمنتوجات في الأسواق المستهدفة. التفاصيل مع عبد الرحيم جديان ومحمد الواحي. نظمت الجمعية المغربية للمصدرين أمس الخميس لقاء دراسيا تمحور حول أهمية رفع مستوى الاهتمام لدى المقاولة المغربية المصدرة ومن أجل المساهمة في تعزيز وتقوية القدرة التنافسية للمغرب في السوق الدولية. الحاضرون خلال هذا اللقاء دعوا ممثلة وزارة التجارة الخارجية إلى ضرورة ترسيخ علاقات تجارية عادلة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ومنافسيهم في السوق الدولية. كان أوسي أخطأ في الاتفاقيات اللي وقعنا مع البلدان والأخيرة مع أمريكا، فهمتي؟ ما كانش داك الشيء كيف قالوا الإخوان، عطيني بأنها اتفاقيات كانت اتفاقية سياسية. دابا حنا ناس رجال الأعمال بغينا السياسة في طيقها وحنا نضيف طيقنا، هذا هو المهم. ضعف مصاحبة المقاولات المغربية على الصعيد الدولي من طرف الوزارة الوصية كانت من بين أهم الإشكالات التي ناقشها الحاضرون. لا بزا كانت ماشي ما قلنا فوق ما تقنعنا، لأن وصل قالتنا بأن الاتفاقية ما يمكن لها توقع ماشي غدا ولا ما توقع غير ما كان اتفاق بالجميع. وهذا هذه مسألة هي مفهومنا، ولكن باش قول مسؤولة، فهمتي؟ أمام الإخوة اللي كانوا هنا على هذا، أنا كنظن هذه نتيجة مزيانة. يشار إلى أن الجمعية المغربية للمصدرين التي أسست منذ حوالي 30 سنة بهدف الدفاع عن مصالح المصدرين المغاربة ضمت خلال هذا اللقاء ممثلين عن العديد من القطاعات من بينها النسيج والملابس والصناعات المعدنية والكهروميكانيكية والصناعات الغذائية. تم اليوم الجمعة بالرباط تسليم بطائق الإقامة للمستفيدين الأوائل من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب في وضعية غير قانونية. هذه المبادرة ستواكبها العديد من الإجراءات في مجالات الثقافة والتربية والصحة والمساعدة القضائية من أجل اندماج ناجح لهؤلاء الأشخاص في المجتمع المغربي، وهي تعد المرة الأولى في العالم التي تتم فيها تسوية وضعية المهاجرين بعد 34 يوما من وضع ملفاتهم. قررت الدولة التكفل بعملية استبدال القوارب ومعدات الصيد البحري التي تضررت جراء الأمواج العاتية التي ضربت الساحل الأطلسي للمغرب في يناير الماضي بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم، وتلتزم الدولة بموجب هذه الاتفاقية بالتكفل بتكاليف اقتناء القوارب ومعدات الصيد المتضررة، إضافة إلى رسوم تراخيص الصيد البحري ومصاريف ترقيم هذه القوارب. وشكل هذا الدعم موضوع اتفاقية وقعها اليوم الجمعة بالرباط وزراء الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية عزيز أخنوش ومحمد بوسعيد والداخلية محمد حصاد، إضافة إلى ممثلين عن غرف الصيد البحري الأربع. يختلف سن الزواج من رجل لآخر، وذلك لعوامل مادية ومعنوية وقدرة الرجل على تحمل مسؤولية الزواج، حيث أنه لا يمكن تحديد أي سن لزواج الرجل. تفاصيل أكثر في روبورتاج نزهة عزوزي وعبد العالي بالبداوي. يتفاوت سن الزواج لدى الرجال بين رجل وآخر بسبب مستواه الدراسي والمعيشي لكل واحد، وحسب ظروف الحياة وحظوظ الرجل في إيجاد الوظيفة المناسبة بأقل وقت ممكن. فسن زواج الرجل ليس محدودا كالمرأة، حيث أن المجتمع المغربي يرى أن سن زواج الرجل يتلخص في استعداده لتحمل المسؤولية. سن على حسب، كاين اللي تقريبا كتكون عنده 18 عام ولكن ناضج في عقله، كاين اللي كتلقى عنده 40 عام 45 عام ولكن باقي مخو مونطاليت عنده خاوية. السن المناسب للزواج هو 25 عام للدري، حقاش يلا كيكون راسو ويلا غادي يتحكم مع الزمان. يلا بالنسبة للسن 21 سنة، يلا الوليدات ديالو يكبروا معاه وتا هو يبقى يديرهم بحال صحابه.
ليست هناك دراسة تؤكد سن محدد لزواج الرجل، فحسب علم الاجتماع فالرجل يتزوج حين يكون مستعدا نفسيا وماديا ومعنويا. الزواج هو مرتبط بواحد السن معينة أو واحد في عمر معينة، وهذه مسألة أنها غير صحيحة. والزواج أصلا هو علاقة كتجمع بين طرفين، ما بين امرأة ورجل، ولكن ملي كتوفر لهم مجموعة من الشروط، معنا شروط فيها اقتصادية مادية، وأيضا شروط توفر الشروط الاجتماعية أيضا من أجل حصول هذا الزواج. بتطور حضارة الإنسان وتعاقب الأجيال وصعوبة الظروف المعيشية في الحياة، أصبح الزواج عملية رسمية تتطلب الكثير من الالتزامات والترتيبات، وقد اهتمت كل الديانات السماوية بالزواج وجعلت له قواعد وأصول وترتيبات يجب الالتزام بها، ولم تحدد أي سن مناسب له. في الشأن الدولي، أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم أن فرنسا قررت إرسال 400 جندي إلى إفريقيا الوسطى لتعزيز القوة الموجودة هناك والبالغة 2000 جندي. يشمل الانتشار المبكر للقوات القتالية وقوات الدركة الفرنسية التي ستشارك لاحقا في العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي فور انتشارها. تدعو فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى تسريع نشر قوة يوفور ومن ضمنها قوة الدركة الأوروبية. ونختم بالخبر الرياضي، حيث قرر مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف عدم المشاركة في ورشة العمل الخاصة بنهائية كأس العالم التي ستبدأ فعاليتها يوم الثلاثاء المقبل بالبرازيل، مفضلا متابعة لاعب المنتخب الألماني عن قرب. حيث أوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه على الرغم من مشاركة أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني في الفعاليات التي ستقام في البرازيل، إلا أن لوف سيبقى في أوروبا ولن يكتفي بمتابعة لاعبيه الذين يلعبون في البطولة الألمانية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الحصاد اليومي، في أمان الله.